عاودها الناس سمعتها عاودها صاحب العصا الساحره، قال عنده 5 طيوطات مشاو سيدي ومشاو لذاك الحزام نتاع دخلوا له. شو سبحان الله، قال لهم هذاك الروغار باريز بق بديك العصا السحريه وعادوا جنود، ما بالو المغاربه دخلوا نقزوا الحزام وقال لهم اللي بالعصا كيف تهك، وهما يدخلوا وسط العسكر ديالنا وبركوا كيكتلوا في الناس ديالنا والعسكر ويجرحوا كل شيء وخبزوها وزرزروها، وخرجوا هما اللي قال لهم بالعصا بحال هاك، هما ينقزوا هما اللي ذاك الحزام ومرقوا وقالوا لهم السلام عليكم باش تعرفونا احنا بوليزاريو يلا ومشاو. شي روايات ما كاين حتى في الاحلام، اذا كنتي كتعاود شي روايات ديال السحر او نعرفوها كنتي كتعاود 5 طيوطات دخلوا فاتوا الحزام فرقعوا داك الشيء كامل تاع ديال الحزام ودخلوا وقتلوا في المغاربه وخرجوا. واي سي برافو، هذا الشيء اللي كتقول وعر اودي الله يهديكم، راك تسوقوا غير قيس. شوف الحرب لا في التليفونات الفيسبوكات في الاعلام، وراكي على الاعلام زبد زبد وشي موخال. قولوا لهم انتوما ما تتموا تكلموا معاه، قولوا سيدي ياه قتلتي لنا المغاربه، قتلتي درتي الجرحى ماشي مشكل، يا سيدي المستشفيات مشاو، يا سي محمد يمشوا المستشفيات ويمشوا لابيلانسات ويمشوا الكوبتيرات، ايه سي. ولكن تقولي غير اش حققتي؟ بغيت نعطيك سؤال واحد، دير الحرب ديالك كامله اش درت فيها؟ فقط خلوهم ما تموا تكثروا معاه، سؤال واحد ماذا حققت على الارض؟ يا خويا قتل انت كاع 1 مليون مغربي، قتل يا ودي انت قتلتي 20 مليون مغربي، وقول لي اش حققتي على الارض؟ حنا ما قتلنا حتى شي واحد، ياك شدينا القرقالات وما قتلنا حتى واحد. او السلام عليكم، او ترجمها انت وسير قراها وحللها وراه دريك للدول العظمى عاد كتقراها. اتصلوا بالمغرب قالوا له ودي نعتنا كيفاش عدلت انت لهذه القضيه هذه، كنتي واحد الارض كاع ما كانت محسوبه عليك، عقبتها ولد عمي ديتها بلا كتيل بلا والو، ولاو كيقولوا تدرسوها لنا وراهم كيصيفطوا مدرك يدرسوها لهم. هذا هو اللي خالك، صافي خليه ينبح فما حتى يعيا. قتلت 1 مليون واحد انت، تدخلت كاع ماشي غير انت كاع دخلت باراشيت ونزلتي بالباراشيت وتميتي تكتب في المغاربه، والمغاربه يبكوا مساكينين، العسكر يبكوا وخايفين وهربوا وتشتوا وكل شيء سيدي وقع. يا غير قول لي واش ديت شي ميتو في الارض، فقط قول لي واش ديت شي ميتو. انسان كيجاهد ويموت وينجرح باش يحقق باش يربح ولا يسترجع الارض ديالو، انت قول لي شديت؟ صافي اخوتي المغاربه هذا هو السؤال، سؤال واحد تم خلوهم يبنطنوا ويزغرتوا وفي الاخر قول لي اش حققتي فقط لا شيء. شنو اللي حقق؟ صدعونا بهذا، اسمع قلعبوك اصلا مشاو جو اخوتكم راهم خدامي، ياك سمعتها ولد عمي راه قالوا لي راه شوف راه عندي راه ندوز لك الصوت ديال واحد جبهة البوليساريو اليوم حققت انتصارا كبيرا ودكت المغاربة جنود المغاربة ودكتهم بالسلاح الثقيل وقتلت ما قتلت وجرحت ما جرحت. انا حماق معاكم سمعتوها، وفي الاخير دكيناهم وتمينا ماشيين. براو.